خويا كانت الخبر مفاجئ بزاف، وهاد الانسان كان صديق واخ وكنعرفو خدمت معاه من اطيب خلق الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. فهاد الناس اللي كيديروا هاد الشيء راه حرام، هاد الشيء ما كنبغيهوش، وحرام هاد الشيء باش يكون، واثر فينا واثر في الفنانه كاملين. علاقه الفن، علاقه الفن، علاقه الفن، وعلاقه ديال الاخ الانسان الطيب، وكل الفنانه كلهم لا في الرباط ولا في اي بلاصه تيعرفوا الطيبوبه ديال فضيل، انسان طيب بزاف. وما غنقدرش نبقى نقول لك، انا بقى فيا بزاف وما بغيناش هذا الشيء يكون. كنتلاقاو في بزاف ديال المناسبات وبزاف ديال الافراح وبزاف هادشي اللي تيجمعنا، وكنتلاقاو بعضياتنا في مناسبات ولا شي حاجه، لكن علاقه مستمره ما كايناش. كلشي كيعرف الفنانه في المغرب كله كيعرفوا سي محمد فاضل، اطيب خلق الله، انسان طيب، انا اليه وانا اليه راجعون. الله يرحمنا ويرحم جميع امتي محمد.